نهار قيد اسطنبول هذه السعدوق سي ملف كمر هذه الزاغ الطاسي مشان لكن واحد نظام كيدي ان بدازي المسجد الازرق اسم نسنيشان هو جامع السلطان احمد مشى معروف زين المسجد الازرق سمين زير حيود النس يغرب خاس كولور عزيزة المسجد زي أشهر المساجد دي تركيا يوسد قباري آيا صوفيا يبناث السلطان أحمد الأول زي عام 1609-1616 ويتعتبر زي أكبر المساجد دي العالم الإسلامي توغى معروف خصالاتين دي الوقتنة بنان المساجد زي 8 الغنائم دي التوين زي الحروب مشى السلطان أحمد يبنه زي 8 الخزينان الدولة الدقة يوى يعجيب يطاس العلماء الدين وخاصة تغى الدولة العثمانية تخصي يطاس الحروب ذي الوقت النه المسجد معروف غاستان تصمعاثين القصة نسنت غريبة سمين زي بنانس الغالط واها المهندس ويفهم يوارن السلطان أحمد الناس استعمل الذهب ذي المآذين انت فهمت يا زوس ابن ستة المآذين سمين زيدين يجن تشابه ذي الكلمة الذهب ستة ذي اللغة التركية ستايا المآذين ذي المسجد قينا سيجن المشكل ضام قراني السلطان أحمد سمين زيننا نخاس بلي تعزوذة نفس المسجد الحرام ذي مكة المكرمة يجتو غنتا الوحيد غاجست المآذين الوقتني ودقا يجين السلطان أحمد هذي السك المهندسين النس وذي بنيج المئذنة والسبعة ذي المسجد الحرام حما ذي سيريك تازي المسجد الأزرق أواني منظر المسجد الأزرق رخونا حنزة آيا صوفيا باش تسنم آيا صوفيا ذي المسجد الأزرق يوز يجين أنفاسي والنغني يجين قباري والنغني ها المسجد الأزرق ها آيا صوفيا آيا صوفيا دي جنو مشان مهم غي مسيحيين دي مسرمن سمين زي غامزوا تغد الكنيسة لمدة 900 سنة أرمي يوانس يدور ذي المسجد لمدة 5 قرون رخو السن مين يدور؟ أرح ذات زمين يدور رخو يدور المتحف قصت مليات باش غاسد باش تتفهم غا المتحف 72 ليرة آيا صوفيا دي جن الآية ذي الفن المعماري رميث بنان توغى خصن ثذيري أكبر كنيسة تمسيح شدي العالم ثتوى بناس الأمر للإمبراطور البيزنطي عام 537 وتوغى تذيشن الكاتدرائية وثت جيا من التاث سبيين ذيس الدولة الرومانية جهد النس دي العالم المسيحي وثقيم ذر سنين تمثل الكنيسة الرسمية الدولة المسيحية البيزنطية وخف حاق وثنهذم الطاس نيمان أرميديوسا السلطان العثماني محمد الفاتح يعظم ثانديت عام 1453 ويبدل اسم اسطنبول ويذف غ الكنيسة آيا صوفيا ويزج ليس أول صلاة جمعة ويعرف أكبر مسجد ذي الدولة العثمانية وشاف قيم آيا صوفيا زير وقت إنه ذي جن المسجد ضام قران غيم سرمن أرميديوسا مصطفى كمال أتاتورك يسبدن الخلافة العثمانية عام 1923 ويعلن قيام الجمهورية العلمانية ويارى آيا صوفيا ذي المتحف فني ذيس الكنوز الأثرية نمسر من ذي مسيحين ضروري مالا تصيب دغا إسطنبول تكون دورة ذي البوسفور ذي وغرابه يلا كيدي تولى من القنضة هني ذي هيا غيري تقطع جاع جهة الأسيا جهة أوروبا إسطنبول فخوزي جهة أوروبا جهة الأسيا المضيق البوسفور ذا الروح لإسطنبول ازاي سيتار النفس وازاي سيتجمع القوة النس ذا نطي فارق الغرب ذا الشرق وفي نفس الوقت نطي ثني جمعن طول نس على حار 30 كيلومتر وتسجن خاس الأغلبية القصور ذا المعالم التاريخية لإسطنبول عدون الزيس كتازي 55 ألف نغاروبا سرعة كرعان
وتوقع إجن الظاهرة النادرة دي العالم. إجن هذي عام يتيري غالباً دير خريف، يتبدر كولور نوامان بوصفور زيوزيزا يغمقن غا كولور توركواز، والسانيتي يديف غيس من كولورا. يني تفرج من أفلام الطاسة عقرن فومش أنا. سلين دايسي إجن مقطان جيمس بوند أمشي أنا يخوي دور ذا متحفة غاسنا يسير هنزار. أمشي أنا قناص سهريج البازيليك نيغ القصر المغمور ذي الدخل النس زمامة ياظم واتصوام سواروذ الحريم السلطان. أمشي أنا بنانث ذي العهد البيزنطي ذي القرن السادس ميلادي حمدا يسمونن أمان نونزا واثن استعملن ذي رسلين ذي جال جافاف ذا يستر 136 نيبيلان مغان وغاسن ديكور ذا سبحان المساحة نستام قرانت ذا يست 9800 مترو. أبيلا ريتوارن قناص عمود الأمنيات ثقال الأسطورة واللي غيبدل الزاز واللي تحرك فوس نسليج تحفاظك ذي صغا داخر أتحقق الأمنية النس ذي الأحلام النس. إسطنبول وذي الشغر برنية قديم في المعالم التاريخية ذي ثرنا طيحة السحاب الأبرد وين دي هاي توارن أعلى برج دي تركيا. يلا غسل قاعد وانيتا ذا برج السفير ذي سطاس نتحونا ذا ريستوراث ذا القهاوي ذي سطاس القاعات الألعاب زي سنشتن البولينج وذي السينما تقنديس آخر الأفلام إيدي فرم كان ذلك يدخل لأن قاعدة البرج حاجة ذي البرجة أقتدري تجنقة زمام زيستوارام إسطنبول ثكمر باش تحمزر وسط اسطنبول الجزر الاميرات يخصو مع راحل في ساعه لوزين نوبريد غرابو وسمات جزيره الاميرات ذي الفتره البيزنطيه سمين زيتوغات ذي المنفى الاماراء ذي الملوك ذي السلاطين. مارن سمون الجزر ماره انا في المساحه نس مجموعين 85 كيلومتر مربع والجزيرة غانا حرخو يتجقى ناس بيوك المساحة نسعى راحة 5 كيلومتر دوزين وذن التاثي غتسن السوية حطاس زي العالم مرة. ضروري ما نفسهم غا جزيرة الأميرات أتقم دورا ذي الكوتش يتقم دورا في الجزيرة كمال أعظم شاء الله دير سبحان شنو ينتي برا مطلع. الجزيرة يا تميز الهدوء سميزيه يقوش خص ضع عن ثندينت وذيس قاع الطموبينات وصدغن ذيس 7500 نيوذان ذيس رجوار الطاس ماشا ذيس الطاس الفيلات تذرين دار ريستوراث ذا القهاوي. ثاني تتطوح السوق المصري ثاني أكبر سوق شعبي لإسطنبول. معروف تمنزان دايس رعشوب ذي التوابل اللي تسنزي المزارع الأصلية زي الهند ذي القارة الأسيوية.
وما رات وتفكا ما تصغ من الحلويات التركية ذواني تيام شنون. وطبعا هذه استافة ما تصن حوايج النغني. أواني منظر السوق المصري رخونا حنزاك غون بازار زي أكبر وأقدم الأسواق التجارية الجندانتي في تركيا تسمى بغاسك تازي 300 ألف سائح ذي النهار. السوق ذي سكتازي بعارف 500 طحونة وعلى حال 60 شوارع والمساحة النس 30 ألف متر مربع. يتعتبر زي أقدم الأسواق ذي العالم غاسك تازي 560 سنة. زنوزان دايس الذهب للأحجار الكريمة ذ التحف في قديمين ذا الحوايج الديكور والأغلبية نيوداني غازي تاسن صغن زي صارو. واني في برج غلطة زي أقدم وأجمل أبراج الجندي تركيا معروف سرعرو النس يتكوضن على حال غاس 67 مترو تقاعدن غاسي يوذان ذاي صار ريستوران ذا القهوة وتورم زي سنجيج منظر بانورامي في إسطنبول ذا البوسفور قان باللي يجل العالم تركي عام 1638 يقز زيس أول محاولة طيران سل أجنحة الصناعية يقضع زيس 3358 مترو والسن يثبت التجارب الإنسانية للطيران. وانيتا اذ مسجد أورتاكوي يتوبنان خمضيق البوسفور عام 1853 ابنات السلطان عبد المجيد يتسجد ديريكت خربحة ويتعتبر زي أجمل مساجد إسطنبول. يتعرض المسجد يجن زلزال يجهد عام 1894 توهد من زي سطسي موشان مشاع وذن بنانث وذي عام 1984 فكاذا يسجن تمسيد طمقرانت تسحاقي في كمر على حر وعاود قيناس ترميم زي جديد وارين في الصبح حسن زي قبر. مرات خسمات السنممش تقى الحياة ذي إسطنبول شاري عادو ميسشن كوشي الحركة وذي استبدي أمواس أمجير وانيتي شارع الاستقلال زي أكبر وأهم شوارع جندي توكيا. يلا هذي سنجيز ندورة ذا يستيحونا زنوزا مرة من تخسم ذا الريستورات غاسن كور نوع الماكلة ألي يستفمج لعاد الضم قران المعارض المتاحف ذا المباني التاريخية زي زاوي بسدق على ذنا يا عم ما راح دارف يا بابا راح مع بابا قشتا مشات المجرين ويعدو زي وسط النس يجن المترو ذا قديم الجيف ذي العهد العثماني يسكن زيوم زوان شارع الاستقلال أرانغارونس ذي الشارعة أتسحس مرة أنواع الموسيقى ذي تفنزي الآلات الفرق الفنانين الأغلب ينسم دي تاكيين وطس زي سنوسين زي بارا تعاوذني مرة الأغاني المعروفة مشا الطريقة نسم Hey, you know I need it.
تركي من انطاكيا. بسألك. نعم. عندك العدد كم بيمروا من واحد من هالشارع؟ من هالشارع. يعني اذا عينت كل هالزحمة ممكن تفهم يعني كم ناس بيروح وبيجي. يعني تقريبا اكتر من مليون ناس بيروح وبيجي. في اليوم؟ ايه باليوم. ذنها مليون دوزين سيتكن. أيوة. بارك الله. هاي اقل شيء. اقل شيء. وهاي الشارع 24 ساعة شغال. 24 ساعة من الصبح للمساء، من المساء عالصبح 24 ساعة شغالة بزحمة. العدد نيوذاني عدون زي الشارعة ضم قران كتازي من دين السيدة السقسر وزوغ دي المواقع التركية رسمية وفيغ الإحصائية نسنقان باللي الشارعة عدون زيس على حال 3 مليون نيوذان كونها إينا إذا يزنو ظنظو تكنش ندق الحركة أدقخ في مصر والو إينا أبوش مضربو ني دي هي بالدنماره خصنا نسمع قصر حريم السلطان ني قصر توب كابي خصنا فرنشي. رقصان توب كابي زي اهم المعالم السياحيه في اسطنبول وزي موشان يغاجج التاريخ ضمقران. انا من عصفه قيوله. واخيرا نعد السخنيه زيره وخونا يوضغ هو نقصه رقصاري كمرز التاريخ كل جهة تذكر حيد دايس تعود شان الحكاية. تغاذ المركز إذا سقواران الدولة العثمانية وتغاذ يسي صدغن السلاطين العثمانيين زي عهد السلطان فاتح يازمن إسطنبول وذن التايوشين الأمر باش هذقن القصارة يتوابنا ذقيجن ومشان استراتيجي يتسجخ ربحان مارمارا ذا البوسفور ذا الخليج وقذ ذا الوسط إسطنبول ذقيجن ومشان مهم سوطس الميساحة نرقصات تمقرانت دايس على حال 400,000 متر مربع تغطيرين دايس أب عرف نيوذان زي السلطان ذي العائلة النس ذي الموظفين الرقصة رقصان طوب كابي تعتبر زي أكبر وأقدم القصور ذي العالم وزي القصورة ثقريرا يحافظ نخل جمالي ينسن زي القصارة زي تغس قواران دولة العثمانية يتغي حكم ذي ثلاثان القارات أوروبا ذي أسيا ذي أفريقيا الساني تغك السين أهم القرارات. أهم مشان دي رقصان طوب كابي ذواني قناة جناح الأمانات المقدسة هو عبارة عن متحف ذيس رثان الرسول صلى الله عليه وسلم ذيس العباية النس ذيس شوية جشوة في النس ذيس السيف النس ذا التصن حواج المغني أغسد فغر خوة لكن للأسف وزما دون صواق سمين زين منوع ذيس تصوير وما رزنش كتصواري تكسنش تيليفون وصوفو غنش كغبارة. العالم ذيس التصن متحف الآثار ولكن مين ذيس دي متحف طوب كابي غسيجن القيمة تمقران تغيم سرمن ما مش دوم النغ أصوات وغث ممنوع غدا خرين متحف ماشا أذا ومعاوض من ديس الزريغ زريغ ركاس إزي تغيس السامان الرسول صلى الله عليه وسلم غريغ إجن ثبرات يورات الرسول سوفوسنس وذيس دي المتحف إجن ثغمست من الرسول ثارزاس دي موقعة أحد صلى الله عليه وسلم وزريغ ذيس العالم النبوي الشريف وذيس المفتاح من الكعبة ذر قفرنس وعاو زريغ العصان سيدنا موسى ذر عباين سيدنا يوسف زريغ ذيس 21 زي السيوف من خلفاء الصحابة رضوان الله عليهم السيف داود عليه السلام أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب زبير بن عوام خالد بن الوليد رضي الله عنه وذيس التصن كونوز يغاجل قيمته عرا شناوي جنوزرون دياموند يتعتبر رابع أكبر واحد دي العالم يقيم تسيير الدولة العثمانية زي القصارى طوب كابي لمدة 400 سنة
أرميديوس السلطان عبد المجيد إبلايز نقصان نغني قانص ظلمة بهجة وينتقل غا السلطان ذا الإدارة نس بالدغزاني تيزا في جن القصاي تعتبر زي أجمل قصور العالم القصانة قانص ظلمة بهجة يستقبل يوذان بكل ترحاب وبهجة ونضيع بور وقت يلا غسناف رقصان ظلمة بهجة يتوابن ذي أجمل مشان يتسجن خلال مضيق البوسفور ابن السلطان عبد المجيد عام 1843 يقيم ابن ذايس مدة 13 سنة ويتعتبر زي أفخم القصور العالم ضروري باش تثمر رقصة يخشى تقمي كثي هكا سنون غاسي تعذو الإدارة الدولة العثمانية أواني ما توغت ذي القصان طوب كابي سمين زيوفين بلي الدولة العثمانية توسع وثمغاية الطاس وتوغي خساس شن نقصة يتلائم تطوري توغذي أوروبا المرحلة الني غاستان دير بلي النس 14 طن الذهب 80 طن النقاث الجين دي يسترها 40 صالونات 285 البيوت 6 حمامات تركيا القصة ريفاق خثرها للأقسام قسم الحرم لك قسم السلام لك وقسم المعايدة كل قسم غاشن الحكاية قسم الحرم ليك تغاث خاص زي ثيم غارين السلطان ذي الماس القسم تغوى غاسيتي ذي حد ويسين حد من ديسي توقيان القسم ويستنين قانا السلام ليك رنتزي أهم مشان دي القصة السلطان تغاث ذايسي تستقبل أباطرة ذي الملوك إلي تسنزي الدول أوروبا القصارة ذي سنين حواج معروفين ذيس أكبر لمباران كريستال ذي العالم وذيس أكبر فازابشت ذي العالم القسم ويسترثا رقصة قانص قسم المعايدة ذيس أكبر صالة ذي رقصة وذيس يتجا أكبر سجادة ذي العالم ذ أكبر لامباران كريستال ذيس 850 شمعاتين وثوزن 4 طن ذوزين وذي القسم المعايدة يتغي تستقبل السلطان المواطنين ذي الرجال الدولة القصارى عيش ذيس تن سلاطين عثمانيين ويعيش ذيس أول رئيس الجمهورية التركية الجديد وهو مصطفى كمال أتاتورك وربيتي توارم ذيس تغي تتص وذيس يموث وفي ساعة بدنت دير وقت 9:50 الصبح سمين زي دير وقتها إذ يموث أتاتورك وجينت كدالين الحزن خلوا فاتنس أتاتورك يجيج الوصية رامي يموث بشذار القصارى ظلمة بهجة المتحف وجد الإدارة الدولة وذمانا يخفي جرخه وتقن دايس المؤتمرات وتتقبل دايس 4 ضيوف الخاصين والتسن دراسة التسن السياح حمزان تحفة المعمارية الرائعة تعجبنا بالمتاحف؟ إيوا ضروري مارثوسي متغي إسطنبول أتزام المتحفة دايس مار المشاهير العالم طبعاً وتبو حقيقيين ولكن تبانا الديشن أطلب منك سي عجرة سنبو اسطورة البوكس من يعنى
نابليون اين جنوا وار الناس مرات دول العالم ما راه مونت يخص اسطنبول انت في غيرين العاصمه سيمانين وكمل ثاني في اسطنبول ارشوا صفا ان شاء الله.